فعلا يعني دراما دسمة من الوجبات الرمضانية زي ما اتكلمنا قبل كده، ومسلسلات كلها فيها أحداث كل يوم بتشد المشاهد ان هو يتابعها. وخلينا نتكلم عن مسلسل بعينه، هو مسلسل رسالة الإمام، واحد من أهم المسلسلات المعروضة على شاشات قنوات المتحدة. وانت بتتفرج على مشاهد المسلسل هتلاقي نفسك بتشوف لوحة فنية على الشاشة رسمها صناع العمل وبإتقان شديد جدا. صحيح، اللوح الفنية اللي ظهرت في مسلسل الإمام ربما يعني رجعت لنا الذاكرة للمسلسلات التاريخية اللي يعني كان عليها فترة كبيرة ما اشتغلناش عليها في الوطن العربي، لكن مع ظهور التقنيات الحديثة وظهور النص المكتوب الكويس بالإخراج الكويس بقى عندنا عمل متكامل اشتغل عليه مخرج العمل الليث حجه، اشتغل عليه مدير التصوير تيمور تيمور اللي بيعتبر واحد من أهم مديري التصوير في مصر والعالم العربي. الكادرات والمناظر اللي شفناها في المسلسل أكيد كان ليها كواليس كتير، خلينا نتعرف عليها من مدير تصوير مسلسل الإمام الأستاذ تيمور تيمور اللي معانا على التليفون. أهلا بحضرتك يا فندم. الو، ايوه، صباح الخير. صباح الخير عليك يا تيمور. يعني في البدايه صباح الخير يا تسنت، وصباح الخير يا مصطفى. صباح الفل. في قوي على التقديمه الهايله دي، تسلم ايدك. يعني تستحقها وزياده. انا حاولت بجد يعني اعمل قصارى جهدي ان انا اقدم حاجه، بقالي 5 سنين ما عملتش مسلسلات، فكنت عايز الرجوع للمسلسلات يبقى بحاجه قويه، ومبسوط جدا ان يعني ده الفيدباك بتاعها. لا يعني الفيدباك هايل عن المسلسل، وحابين نعرف منك في البداية كده من الأول خالص لما جالك رسالة الإمام اشتغلت إزاي على صناعة عمل استثنائي تاريخي، يعني خلينا نقول إن إحنا لما نتفرج عليه بنقدر نقول إنه زيه زي الأعمال العالمية. هو على يعني طبعا أول ما جالي المسلسل كان لسه الحلقات طبعا مش مكتملة كلها، بس اول ما عرفت الحقبه الزمنيه طبعا كان في تخوف من اول حاجه فكرت فيها على المستوى التقني كمان، هي مصادر الاضاءه هتبقى عامله ازاي، لان الفتره دي كان مصادر الاضاءه كلها معتمده على الشموع او المشاعل اللي بتبقى في الشارع بس. صحيح. فيعني ده كان بالنسبه لي يعني تحدي ان الواحد يفكر هيعمل ايه عشان يوري صورة وتبقى صورة شكلها طبيعي جدا ما تحسيش ان في اضاءة مصطنعة. وطبعا لما رحت مع الاستاذ ليث المخرج ومع مهندس ديكور استاذ عادل المغربي، اول ما رحت زيارة للوكيشن قبل التصوير يعني ده كان حافز كبير جدا، لان الديكور طبعا كان هايل هايل بنسبه بالوانه، وفي نفس الوقت الاستاذ ليث بحماسه حمسوني اكتر ان انا ابدا اشتغل على المسلسل، ان انا ابص على الفتره التاريخيه دي واللوحات اللي كانت معموله عنها لوحات المستشرقين. وانبسطت جدا ان كان في فيدباك بعد كده ان في كادرات شبه لوحات المستشرقين. ايوه، انا يعني اللي اعرفه ان المخرج بيقعد الأول بيبقى عنده الستوري بورد بتاعة المسلسل، الكادرات مرسومة هنعمل فيها إيه، وبناء عليها بيخش يشتغل على هذا الأساس. بس بالتأكيد مدير التصوير بيبقى ليه نظرة تانية، اللوكيشن بيبقى عامل إزاي، بيضيف إزاي، بيعمل إيه. كلمني عن عملته إزاي الستوري بورد، ورسمته إزاي الصور، وإزاي طبقتوها في اللوكيشن ده يا أستاذ تيمور. هو الصوت بيقطع، بس أنا تقريبا اللي فهمته من سؤال حضرتك نهايك بتتكلم على الستوري بورد بتبقى عند المخرج. ايوه صح، ايوه صحيح، وبعد كده بيبقى في رؤيه عند مدير التصوير او حاجه شبه كده. صح صحيح. هو احنا يعني اكتشفنا ان احنا الثلاثه، هو بيبقى في مثلث دايما كده اللي هو المخرج ومدير التصوير ومهندس ديكور، لازم يبقوا على وفاق في الرؤيه المكتوبه واللي شافها عن طريق الكتابه المخرج وعايز يقدمها. وده كان حاصل الحمد لله، ان احنا كنا كلنا متفقين على الشكل اللي عايزين نطلع بيه بالمسلسل ده. طب تيمور، يعني احنا عجبنا قوي قوي اللوكيشنز، احنا حابين نعرف انتوا الاماكن دي صورتوا فين، اكتشفتوا المناطق دي ازاي؟ اخترنا المناطق دي ازاي؟ اخترنا المناطق على اساس ان هي تبقى متماشيه مع الفتره الزمنيه دي. ف
ففي طبعا مناطق في مصر الحمد لله كلها موجوده. يعني الفتره دي كان طبعا النيل كان قريب جدا من الفسطاط، فده كان في تدخل للجرافيكس بس اتعمل بشكل جيد. يعني الواحد انبسط ان في ناس كانت متخيله ان ده جزء من الواقع. وفي اماكن لطيفه جدا عندنا زي القناطر وزي في الفيوم وادي حيتان. فكل الاماكن دي ساعدتنا يعني ان احنا نقدم الصوره وانها تبقى اقرب للواقع. وكتب تقريبا بوست على الموضوع ده ان ده اقرب مره يعني يتقدم الشكل الجغرافي بشكل اقرب للي كان موجود ساعتها. اصعب مكان في دول كانوا ايه في التصوير اللي بره اللوكيشن اللي انتوا بنيتوه؟ سوري، اصعب مكان ايوه في تصوير الخارجي لهذا المسلسل. هو المشكله كمان في هذا المسلسل، وده برضو كان تحدي ان هو يبان ان هو سهل، لان بيبقى يعني تحس ان هو تمام، هو مدير التصوير يعني ينور ايه، بس هي النقطه ان هو الاماكن كلها كانت تعتبر خارجي، فده كان بتقلبات كمان الجو كان بيبقى صعب قوي. ففي اوقات كنا بنستنى فعلا لحظات عشان نقدر يبقى في توافق بين اللقطه واللقطه، لو في كان شمس او لو كان في ظل ساعتها، او لو بنعمل المشهد ده كله في ظل او في شمس، فده كان في صعوبه دايما ان احنا نكمل المشهد في وقت سريع. يعني مشاهد الصحراء، مشاهد الصحراء مثلا صورتها فين يا استاذ تيمور؟ مثلا افندم، مشاهد الصحراء صورتها فين مثلا؟ مشاهد الصحراء طبعا كان بيبقى بتجهيز المجاميع، ودي ما كانش فيها بقى تدخل للجرافيكس كمان، فاحنا كان معانا هذا الكم من المجاميع والاحصنه والجمال والاكسسوارات كلها بالهودج. يعني طلع الهودج ده حاجه صعبه جدا ان احنا نركب فيه بني ادمين، يعني كان الناس بتتعب فعلا في السفر زمان، فعشان نعمل القافله دي كلها ونعمل مشاهد الصحراء دي كان موضوع متعب جدا. وعشان نلاقي صحراء كمان لسه ما فيش ناس بتزورها كتير، فما فيش علامات للعربيات، فده كان بياخد وقت مننا ومجهود ان احنا نوصل للاماكن دي جوه ونبدا التصوير بالمجاميع دي كلها. طيب تيمور، المشاهد القتاليه بقى، التكنيكس اللي انتوا استخدمتوها عشان تطلعوا المشاهد بالحرفيه دي؟ يعني التكنيكس كلها طبعا الصناعه بتزداد تطور مع الوقت. بقى في اجهزه طبعا بتساعدنا دلوقتي عن زمان، يعني زمان طبعا كانت الناس بتعمل قصارى جهدها، ويعني لغايه دلوقتي طبعا كلنا نفتكر فيلم زي ناصر صلاح الدين للاستاذ يوسف شاهين. فده يعني ده من اكتر الافلام اللي كان معمول من وقت قديم وكان فيه تكنيكس عاليه جدا. فاحنا دلوقتي التكنولوجيا بقت مسهله ده علينا عن طريق معدات، بحيث ما تحسيش بهزه كاميرا جامده مع جري الاحصنه، ان احنا نقدر نعمل مشهد على احسنه، ان احنا يبقى فيه عندنا معارك تتعمل بشكل افضل شويه عن طريق مصممين معارك برضو من الجداد اللي هم ناس يعني شاطره جدا الحمد لله. يعني ما عندناش شك ان انتوا عملتوا شغل فوق الممتاز، واحنا قادرين نتفرج على حاجه فعلا محتوى، قادرين ان احنا نقول ده محتوى عالمي. يعني احنا النهارده مش مفيش حاجه قادرين نقول عليها لا ده لسه ناقص عندنا كذا، لسه في حاجه مش قادرين نوصل بيها للمسلسلات التاريخيه اللي بنشوفها يمكن بره العالميه. لا برافو، كل حاجه يعني خلينا نقول 100%. صحيح، بنشكرك يا استاذ تيمور. استاذ تيمور مدير تصوير مسلسل رساله الامام، شكرا جزيلا لحضرتك.